يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نروح على طول عشان نتابع اخر الاخبار والمستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي بفرقه المختلفه بانشطه المختلفه في فروع المختلفه مع زميلتنا العزيزه روزان نصر المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من أخبار النادي هنقلها لحضراتكم النهاردة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خليني أبدأ معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة ماستر بيتسو موسيماني المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبعد ميران الأمس مساء بيستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور ال 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. طبعا بنتمنى له كل التوفيق في هذه المباراة. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن موعد سفر الفريق إلى النيجر، وقال إن الفريق هيغادر القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، وإنه هيخوض ميرانو في اليوم التالي على ملعب المباراة. زي ما ذكرنا طبعا بيختتم الأهلي ميرانو في ملعب التتش قبل التوجه لمطار القاهرة للسفر إلى النيجر. خلينا كمان نطمن مشاهدينا على سلامة اللاعبين. الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم قال إن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق بيعاني من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، وأضاف إن محمود وحيد أجرى أشعة للإطمئنان على إصابته وهيبدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي من أجل التعافي منها. وأوضح كمان أبو عبلة إن اللاعب يسير بشكل جيد جدا في برنامجه التأهيلي ويحتاج لفترة زمنية تمتد إلى 5 أيام للإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية. كمان بعد ما تعرض صلاح محسن لكدمة خفيفة في أنكل القدم خلال إحدى الكرات المشتركة في التقسيمة أثناء الميران، واللي خلاه يغادر ميران الفريق الجماعي في التتش بسبب هذه الكدمة، ولكن كمان الدكتور أحمد أبو عبلة قال إن الكدمة خفيفة ولكن فضلنا إراحته وسيخضع لفحص طبي اليوم قبل الميران للإطمئنان على حالته. ولكن الدكتور أحمد أبو عبلة بيأكد إن الكدمة خفيفة ويقدر اللاعب يكون جاهز بنسبة كبيرة للتواجد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية. كمان من أخبار الفريق الأول، مستر بيتسو موسيماني مدير الفني الفريق الأول لكرة القدم عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش ميران الفريق، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر. نروح بقى للألعاب الأخرى، وطبعا عايزين نقول مبروك طبعا لرجال السلة بالنادي الأهلي، والحقيقة كانت فرحة كبيرة جدا، مباراة يعني كانت ممتعة، فوز الأهلي بلقب البطولة العربية لكرة السلة بانتصاره على الكويت الكويتي. كمان تنس طاولة رجال حقق الفوز على أسوان بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري العام، وأقيمت المباراة على صالة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، وشهدت تفوق فريق رجال تنس طاولة الأهلي على منافسة في مجموع المباريات بنتيجة 3-0 ليحقق الفوز الثاني له على التوالي بعد ما فاز في المواجهة الأولى على فريق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة بنتيجة 3-0 أيضا. وستكون المواجهة قادمة لفريق رجال تنس طاولة أمام دمنهور يوم 22 أكتوبر الجاري على صالة النادي بفرع مدينة نصر. في النهاية خليني أنقل لكم الحالة المرورية. يمكن الطريق النهاردة فيه سيولة كبيرة يعني مرورية، ويمكن عشان كده بدأ توافد الأعضاء من بدري، يعني نقدر نقول إلى حد ما أن الأعضاء متواجدين بشكل كبير، يعني ده كمان يمكن بسبب انخفاض درجات الحرارة. يعني النهاردة درجة الحرارة تقريبا 24، وده طبعا جو مناسب جدا بالنسبة للفترة الماضية، ويعني نقدر نقول أننا بنودع يعني الأيام الأخيرة من الصيف، ويا بخت محبين الشتاء اللي أنا مش منهم خالص الحقيقة. يعني دي كانت كل الأخبار هنا من النادي فرع الجزيرة، شكرا لكم وعودة لكم مرة أخرى. شكرا لك يا روزان، وخليني أكد لك أن أنت فايتك كتير جدا، أن أنت مش ضمن الناس اللي هم محبي الشتاء. لا 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 فعلا فايتك كتير يا روزان، شفت مش بقول لك بقى هي بتفرق في الشخصيات. طيب.